الكلام انتهى. الكلام انتهى. الناس ديل في شنو ما عملوا؟ بلدنا فصلوها ودمروها، أهلنا قتلوهم وشردوهم، أراضينا وباعوها، قروشنا وسرقوها، مستشفياتنا ما فيها أي حاجة، ودكاترتنا بيجوا يدقوا شير عشان يساعدوا أهلهم العيانين، ومدارسنا بقت زي الخرابات، لمريحين موظف لعامل يومية لا تاجر. يا أخي أخواتنا وأخواننا بيطلعوا دوش عشان ياكلوا بمتعيش شريفة بلحقوهم بس الكشة. أخواننا الشفع وأولادنا الشفع عذبوهم وبيجوا يمسحوا قزاز العربات في الشوارع وسابوا المدارس عشان ياكلوا لقمة عيش. تاني الفضل شنو؟ 30 سنة. 30 سنة والشعب ساكت 30 سنة ونحن صابرين وبنجاسف الشهر عشان يتم 30 سنة من الفشل والمعاناة وهو لا على بال وعايشين أحسن عيشة. من وين ده كله؟ من عرقنا ديل. وفي الآخر بعد ضاقت بينا وقلنا وطلعنا نطالب بأقل حقوقنا يعاملونا بالطريقة دي؟ بومبام بتفكر فينا بصورة عشوائية وقنابل صوتية ورصاص مطاطي وحي واعتقالات بالآلاف وضرب بحقد وتفشي وقتل لأكثر من 50 واحد. وفي الآخر جابت لها تحرش ببناتنا ومداهمات للبيوت وانتهاكات لحرمات المساجد، عنف لا بيفرز صغير لا كبير، لا شيخ لا أم ولا حتى طفل. ليه ده كله؟ عشان ما دارينهم وعشان قلنا للظلم لا؟ ليه ده كله؟ ووقفنا وقفة حق؟ نحن ما حنخاف، خلاص ما حنخاف منهم. معانا الله. وبعد الحصل ده تاني ما في تصالح وما في مساومة وما في رجوع، وأخواننا الشهداء دين نحن ما أحسن منهم. ينجيب حقهم ينموت زيهم. ورسالتنا لكل أخواننا الثوار أصبروا، والنصر وفجر الخلاص قدامنا، وخلوا وصية أخونا الشهيد عظمة قدامكم. لقد تعبنا يا صديقي، ولكن لا يمكن الاستلقاء على ساحة المعركة. ووصيتنا للناس اللي لسه ما شاركت وما مرقت، ألحقوا شرف الثورة، نحن أخوانكم ونحن أولاد البلد دي، والبلد دي حقتنا نحن ديل ما حقتهم هم، ونحن كتار وعلى حق وهم قلة وعلى باطل، والنصر جاي لا محالة، بس انتوا تعالوا قريب ونبقى حزمة كفانا مهازل عليكم. عبوا الحناجر بالهتاف يوم النزال ما يقولوا خاف، وفي النهاية لو حتى ما حتقوم لما القيامة تقوم حنظن غنيلك تشرق شموس ليلك، حرية يا خرطوم والثورة وعد الحق، الحق مع المظلوم يمهل ولا يهمل، ليس الإله مفهوم، أكسر حجب خوفك الصبح صار محتوم. أرح مارقة موت وحياة بقت متساوية ما فارقة، الفرق بين نمرق للشارع ونقعد في البيت زي الفرق بين ميلاد جديد أو ضياع أكيد. وحاتك يا خرطوم نمرق نغني لك تشريك شموس ليلك. معركتنا معركة نفس طويل، كل يوم بنتفاجأ بنفسنا وكل يوم بنتعلم أكتر وبنبقى أقوى. الثورة كده محتاجة نفس طويل ومد وجزر، لأنها في الأساس ثورة مفاهيم حقيقية رجعت لنا كل القيم السودانية البوظال كيزان. ثورة مختلفة عن كل الثورات العربية، ما بستغيل. التحية للأكرم منا جميعا شهداء الثورة السودانية على امتدادها، والتحية لكل المحتلين الشرفاء داخل سجون النظام، التحية والحرية، والتحية عليكم والتحية عبركم لكل الشعب السوداني وللكنداك على وجه التحديد المرأة السودانية في يوم اللي هو كان أمس يوم 8 مارس أو كما احتفلنا به في السودان يوم 7 مارس انسجاما مع الموكب بتاع يوم 7.
والتحية لكل الذين لا زالوا في موقع عدم المشاركة أو ما يسمونه على الرصيف أو الناس اللي لسه يعني ما طلعت الشارع، والتحية لقيادة الحراك في السودان ممثل في تجمع المهنيين السودانيين والقوى السياسية الموقع على ميثاق التغيير والحرية. طيب الليلة حديثنا حينصب حول السلمية، ولماذا السلمية؟ لأنه يعني شايفين المخطط بتاع النظام يا أخواننا أصلا يعني معروف اللي هي ومثلا متكررة اللي هي بتتمثل في مسائل الاستفزاز، ومسائل الاستفزاز ذاته ما أتت كوسيلة أولى بالنسبة للنظام أو كخيار أول للنظام، ولكن لأنه النظام جرب كل الخيارات بدءا من الضرب، الإذلال، العنف، الاحتغال، التعذيب والقتل، دي كلها ما جابت مردود. اتجه أخيرا لمسألة الاستفزازات، ومسألة الاستفزاز بغض جر الناس لمثال بتاع العنف. ونحن بس يعني لو رجعنا لورا بذاكرتنا شوية كده يوم 19-12 ماذا حدث؟ يعني حدثت بعض الأحداث، والأحداث دي يمكن نحن عديناها لأنها كانت يعني أحداث محددة وبحجم محدد جدا وفي مدينة محددة، وانتهت بيومها والناس استدركت مسألة إنه لا تخريب، لأنه التخريب ده لمنو؟ التخريب أصلا لمؤسساتنا، دي مؤسسات المواطن، يعني دي ما مؤسسات النظام، النظام زائل إلى مقبلة التاريخ. لذلك نحن ما بننجر وراء مسائل التخريب ولا بننجر مسائل العنف والعنف المتبادل، وده عنده يعني أرصد كثير الليلة قدرت استملكتها الثورة، وأصبحت أداء لا تهزم من قبل النظام، وأصبحت أداء وجدت كل الترحيب وكل الدعم الليلة بنجده، لأنه الثورة السودانية في الأساس هي ثورة سلمية، وبالتالي وجدت القبول، وجدت الارتياح، وجدت الالتفاف الداخلي، ووجدت التفهم والدعم الخارجي ولو في بعض الأحيان خجول يعني، لكن قام ساعدنا في مسائل كثيرة أنا أرجع لها بالتفصيل. يعني ده الناس تدرس المدرة دي، ومدرة السلمية يا أخواننا سلمية دي هي يعني أنا قلت قبل كده إنه هذه الثورة يعني جاءت بمفاهيم بتاعت وعي، مفاهيم بتاعت وعي تشيل حتى ترسبات الماضي. يعني نحن فترة الاستغلال حقيقة ما وجدنا السودان اللي بيقوم بيشخص ويتفهم واقعه وإنه بيعيشوا فيه مسائل بتاع التباين وثقافي وفكري وديني وعرقي وكده، رغم إنه كانت في حالة التعايش ما قبل 89 حقيقة تاريخية بنشاط بيع، لكن ما يعني ما انتجمت في واقع بتاع دولة لمستقبل، دولة بتاعت مواطنة، دولة بتاعت حداثة، دولة تتأسس على أسس ومفاهيم إنها هي بتسع الجميع، دولة للكل، ما دولة لمجموعة لا إثنية ولا عرقية ولا دينية ولا خلافه، وإنما دولة تستوعب كل هذا التباين الموجود في الإنسان السوداني. صحيح في تعايش، لكن التعايش ذاته يعني ما وجد المخرج الوطني الحقيقي اللي بيقوم بيقدمنا نحن كنموذج للدول، وبالتالي يعني بقت أصبحت عندنا إشكالية التراكم بتاع المشاكل اللي هي هسه أفضت لنا في 89 لحالة تانية، حالة متفردة، حالة مختلفة، حالة ما عندها وجود، نموذج بيمثل غمة الانحطاط وغمة التخلف وغمة تفتيت أي دولة كانت. وبالتالي بنجد الدولة تعرضت خلال 30 سنة فاتت دي لمسائل بتاع التفكير. يبقى سلمية هي شعار قالوا ناس الشهيد السنهوري في 2013 في ثورة سبتمبر 2013 اللي راح ضحيتها يا أخواننا 271 شهيد، 271 شهيد في 2013 كان شعارهم سلمية ضد الحرامية. ويا يعني يوم 19 الثورة دي لما نتسهلت شروقها كان شعارها برضو أيضا بدأ بمثلة إنه شرقت عبر مرقت، ده كان استهلال للشعار في يوم 19، ولكن رادفوا طوال شعار سلمية بالرغم بعض الأحداث اللي حصلت اللي قلنا تمت عليها السيطرة وكانت نتيجة، يعني إحنا ممكن نكون مستوعبينها تماما،
في إن هي كانت نتيجة بتاعت انفجار يعني غير 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 يعني عليه سيطرة، يعني بيعبر عن حالة بتاعت كبت، يعني حالة بتاعت ظلم، يعني خرجت كما خرجت يعني، ولكن في حدود محددة قدروا الناس سيطروا عليها وقدروا يستوعبوها وقدروا يتعاملوا معها، وبالتالي لن نرى حجرا يعني انه انجدح يعني في مؤسسة او في ممتلكات خاصة او عامة او خلاف، لانه ما للناس للناس وما للدولة للشعب، وبالتالي الناس استوعبت الحتة دي، وبالتالي النظام حاول يعني حاول. انا قلت قبل فترة في انه يعني مسائل النظام ومخططاته كلها بغرض محاولة هزيمة يعني كلمة سلمية سلمية يعني عمليا ونظريا، يعني هم بيحاولوا يهدموا السلمية، لأنه السلمية هزمتهم على كل المواقف، كل المواقع إخواننا السلمية هزمتهم، وبالتالي هم ما يقدروا يعيشوا في جو أصلا سلمي. النظام ما بيعرف حاجة اسمها سلام، ما بيعرف السلم أصلا، ولا بيعرف المجتمع، وهو غريب من المجتمع، وبالتالي هو جسم سرطاني، يعني المجتمع بحاول يتخلص منه كشيء طبيعي جدا، هو مرض سرطاني لا يمكن العلاج منه إلا باستخلاصه يعني أو بتره بالشكل الكامل. ده ما يحدث الآن في السودان، وبالتالي بنجد إنه الاستفزازات يا أخواننا حتكون مستمرة، الاستفزازات لن 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 تغير من مجرى السلمية، ولن تتحول أو تحول الخيار الشعبي الممثل في السلمية، هي حتكون سلمية سلمية، لأن السلمية سلمية أداء ناجع، أداء النظام لا يفهمها لا يراها ولا يقدر يتعامل معها، وبالتالي هزم بكل الأدوات الجربة. يعني النظام ده ما خلى حاجة ما جربها، يعني بما فيها قتل الإنسان، يعني بيقتل في الشباب دي، بيضرب في الشباب دي، برضو ما قدر يهزم السلمية، وبالتالي مسائل الاستفزازات اللي حصلت مؤخرا هي شيء طبيعي جدا، لا يجب أن لا يصاب الناس بمسائل الدهشة والتعجب من أي ممارسة كان. وأنا قلت قبل كده هي أي حالة بتاعت رد فعل بتحصل من النظام أنا قاعد أغذ بيها نجاحات هذه الثورة، لأنه نجاحات الثورة أنا بختلف من الناس، أنا عادة بشخص حياتي كده بشكلي قاعد تختلف من الناس، أنا ما أعرف، لكن أنا ما قاعد أشخص بأنه هو الموكب الكبير أو عددها هي كم أو شعاراتها كانت شنو أو ما حدث، لا أنا قاعد أغيم هذه الثورة برؤية مختلفة تماما. هذه الرؤية في تقديري أنا قاعد أتعامل بها بمسألة ردود الفعل من النظام هي بتعني لي ميجر أو مقياس حقيقي لمسائل نجاحات الثورة وإلى مداها وإلى أين وصلت وإلى أين وصلنا. ده تقديري أنا، وبالتالي هو كان قمة الهزيمة للنظام بأدواته بأفكاره بهناي، طبعا أصبح مشلول في كل هناي، ولكن كان بتعبر عن هزيمة كبيرة جدا. يعني ما حدث مؤخرا في ميدان الدلائس تحديدا هو كان بيعبر عن حالة بتاعت إحباط، يعني الهزيمة المرة جدا لعصابة هذه النظام، وإنه بقدر الإمكان يعني حتى يعني صوروا يعني بفيديو، يعني تصوير بفيديو، وكأنه زي ما قال أحد الناشطين إنه زي كأنه حرروا الحلايب والله حرروا الغفشة والله حتة كده فشغة والله، المهم يعني اعتبروها كده نصر وطني كبير جدا، يجب أن الإذاعة ذاته تشتغل الأناشيد والتلفزيون وكده وتكبير وتهليل وكده، يعني بده بوريك مدى الانحطاط ومدى الانهزامية داخل النظام، يعني دي هزيمة أصلا ما بعدها هزيمة، وده فخر ونصر للثورة السودانية وفخر ونصر للشباب وسود البراري ولميدان الدرايسة، أصلا دي ما منها خلاف، يعني دي الانهزامية هنا دي قرايات السليمة، لكن ما تستدعي أي محاولة بأنه الناس على حسب الاتزاز إنه خلاص إحنا هنستجيب للنظام، يعني هما نفس الكلام اللي قاله البشير قبل فترة إنه الدائرة نطلع في الشارع والراجل يجينا في الشارع والكلام ده، الكلام ده بيحصل من كل رموز النظام بدءا من رئيس النظام وإلى غفير، كله الاتزازات دي ليه؟ لأنه دائرين يجروا الناس لمسائل بتاع العنف، ونحن مسائل العنف دي هما أصلا الأحداث البسيطة اللي حصلت في اليوم الأول للتذكير يوم 19/12 في عقبة، النظام صورت التخريب وبدأ يشتغل في آلة دي في المكنة دي لمدة شهر
التخريب ونحن ضد التخريب ونحن ضد المؤامرات ونحن ضد الدسائس ونحن وصنف ما صنف ومرتزقة وإسرائيليين وموساد وكل الحياة دي عم. لكن بعد كده بيجا ما عنده الحجة إنه ذات يقول الكلام ده لأنه يعني خلاص الناس بتطلع الشارع دي عارفة طال عليه وعارفة هي أهدافها شنو. يبقى هي ثورة ثورة بتاعت وعي يا أخوان، لكن ما يتفني حقا إنه النظام لا زال يعني بيحاول، وده من حقه، من حقه النظام أصلا بيحاول أي شيء قتل الروح يعني. قلنا لا، لا نستعجب ولا نتعجب لأي رد فعل أو أي ممارسة أو أي حاجة يقوم بها النظام، لأنه هو في حالة بتاع سكرات موت، وبالتالي بيعبر بـ 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 بالشكل الجنوني ما عنده أصلا عقلانية أصلا، لا لأنه أصلا التفكير حالة التفكير مشلولة بفعل هذه الثورة وبفعل هذه التلمية تحديدا. طيب إنه محاولات النظام يعني لكف حالة الانهزامية بتاعته دي أو شوية كده من المعنويات زي ما محاول يتصور أو زي ما حاول يتخيل في تصويره للفيديو في ميدان الدراسة وكده، في إنه النظام بحاول يخترق بحاجات كثيرة جدا. وصراحة يعني في رسالة ضمنية أنا بوجهها لناس أحسبهم إنهم وطنيين، والناس المواطنين اللي نعرفينهم، لكن مسألة الخطاب الهتافي هو ده ما بيخدم السلمية ولا بيخدم الثورة السودانية ولا حيكون جزء من مفرداتها أو من آلياتها. إنه الثورة السودانية أصبحت ثورة بتاعت وعي، وأصبحت ممزوجة بالحياة اليومية للإنسان السوداني، أصبحت يعني ثورة بتاعت نفوس، وبالتالي مسألة الهتافية أو انغماس حالة الهتافية فيها هي ما 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 حتكون جزء. والشعب السوداني واعي ليها جدا. ما قالت لا ونحن نتحدى وده رجالة وده شنو وده شنو وده شنو، ده كلام بيعبر عن واحد من اثنين. يعني إما إنك أنت وطني وقلبك على الثورة دي حقيقة، وهنا الاستفزازات دي استلهمت الشخصية السودانية الحمغدي وعايز تعبر عما يريحك أنت لحظيا، لكن ما عنده علاقة بأي حالة بتاعت لحظة بتاع التفكير لي بعد دقيقة أو مستقبل، فبيها نسوعة بالحتة دي. لكن نتمنى إذا أنت من المجموعة دي تهدأ وتروق، وإنه تعرف إنه النظام أصلا عايز الكلام ده بالشكل المبسط. في الجروب الثاني، والجروب الثاني ده هو ده ما يتعامل به النظام خارجيا، ما يتعامل به النظام خارجيا، وده بيتقسم الاثنين. منهم من يخرج إشاعات داخل الصفحات، وده بيشغل الرأي العام في السوشيال ميديا بما يعني تحول أي مسار عن مسار الثورة وعن سلميتها وعن إنجازات هذه الثورة خلال الشهر الثالث كرصيد للشعب السوداني. أنا أتخيل ليه هو ده مخطط بيتبع لعيش السلام، يعني داير يصرف الأنظار يشغلنا ببالونات مع التقدير والتفات دار ألفت انتباه الناس لحاجة أساسية في إنه لا، يعني حاجة معروفة جدا إنها حتبدأ يعني الأسبوع الجاي أو حتبدأ علينا رجب وشعبان ورمضان والآيات والهناء كله بما يشغل الثورة وما يشغل أهدافه. يا أخي يعني إحنا رمضان بنعرفه، رجب بنعرفه، شعبان بنعرفه، دي مسائل يجب إنه الناس ما تتغمس في مسائل الشير ومسائل التعليق أو حتى لايك أو كده، ما أنت عارف حاجاتك وعارف تفاصيلك ما محتاج لها. يعني رمضان من قبل السوشيال ميديا ومن قبل لايك ومنها يعني ما بتزيدك بحسن عشان نفهم، يعني دي من الحاجات اللي حيستعملوها. وديل النظام خاتيهم في مسألة إنه يصرفوا أنظار الثورة، ده جزء على المستوى بتاع الصفحات. والجزء الثاني هو ده جزء اللايفات، وده المهم بتاع اللايفات ده هيقوم ياهو شنو يحاول يستفيد الشخصية السودانية أو العقلية السودانية أو المزاج السوداني في إنه ما يحدث من النظام يجب أن يجابه بمثله، وجر العنف بالعنف، وده المخطط بتاع النظام. ديل أن إحنا نختار ما نحن عارفينه، لكن ده نحن نختار واضحين لكم. يعني أنا ممكن كلامي يكون واضح جدا، ما دار شرح في الحاجات دي. ده المعروفين، الناس بتقول لك صدرهم، الناس الهتافيه دي، الناس بتيجي تقول لك وتتعرض لك كده في 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 هنايده ونحن وعارف والرجال والهنايده، ده كلام ما عنده علاقه باي واقع ولا عنده علاقه بالثوره السودانيه، لان هي ثوره سودانيه ما ثوره هتافيه،
خرجت من جلابية الثورة الهتافية دي من اليوم الأول أو الثاني. الثورة السودانية أصبحت ثورة بتاعت نضج، أصبحت ثورة استمدت تجاربها واستفادت منها ووجهتها بطاقة إيجابية جدا في إنها تكون ثورة بتاعت وعي، وبالتالي أصبحت هي جزء من الحياة اليومية للمواطن وللطفل وللطالب وللمرأة وللمزارع وللعامل ولأي إنسان كان. وبالتالي بنشوف يعني اللفتة البارعة اللي حصلت من مثلا تجمع المهنيين السوداني عشان نوريكم أن الثورة هي أكبر من حجم ضغط النظام، لأنه الناس اللي تافين دي مفتكرين أن الثورة دي أنك بس تضغط البشير أو تضغط النظام، لا، هي الثورة أكبر، الثورة أكبر وبتضح للناس نضجا ممارسة وعملا أن الثورة دي أكبر من حجم النظام. الثورة يا أخواننا هي ولدت لكي تكون بحجم الوطن، بحجم الوطن وبمساحات الوطن الكبيرة دي وبمسائل تقبله وبمسائل اتساعه. يعني الثورة أكبر من النظام، قلنا الثورة دي يعني هي عليها تراكمات تاريخية كبيرة جدا يجب إنها تعالجها. يعني حتى ما حدث في 85 في انتفاضة 85 هو الآن في عاتق هذه الثورة. ما حدث خلال الثورات المتفرغة اللي حصلت داخل السودان ودماء الشهداء وكل ما حدث هو النظام كان يا أخواننا بيعبر عن قمة فشل الدولة السودانية. نظام 89 لما جاء النظام الأخوان المجرم ده هو كان بيعبر عن قمة فشل الدولة السودانية. وبالتالي التراكمات على هذه الثورة كبيرة جدا، والرهان عليها ما رهان بتاع ذات نظام، هو رهان بتاع خلق سودان جديد يكون بالمتسع وبالأفق الكبير، سودان يقودنا للمستقبل، سودان يقود أجيالنا الجديدة للمستقبل. وبالتالي النظرة ما بتكون ضيقة، ولا الناس حيكون حجم تفكيره هو بالمساحة القصيرة بتاعت النظام. النظام يعاني ما يعاني من أزماته، النظام أصلا من أتى هو ما عنده مخرج، هو النظام بيبني نفسه على مسألة التناقضات بتاعت المجتمع وبيعيش عليها كالطحالب. وبالتالي بيحاول يستثمر كل ما يعني ما تبقى عليه في مسألة يعني تبادل العنف، حتى انه يقوم يحاول بقدر الامكان يرفع من معنوياته، واحد اثنين يقدر يفكر شويه، ثلاثه يحاول يخلق معادله مع المجتمع الدولي اللي بيعانيها الليله في ازمته وفي حاله وفي وفي محاولات الغمع بتاعته المستمر لثوره المية. وبالتالي الناس اللي بيطلعوا لنا الليله ديل وبتقول لك تدروا انه نحن عرفنا ناس العباسيه والدراسه بتاعنا، لا، ده يعني اذا اصلا ده المخطط بتاع الجهاد الامن ما داري له خلاف ولا داري للغات ولا داري نتكلم فيه، وكل الحياه دي بيوم. لكن مساله انه ذاته يعني تاخذك العزه بالنفس وانك انت يعني ما داري نشيك، لا ما بتشيك، ما في ذول بيقدر يشيك الثوره، هذه ثوره مفاهيم، دي ما ثوره بتاع القطيع، زي انت لانك قطيع انت مفتكر ثوره قطيع، لا، عفوا، دي ثوره بتاعت وعي، انت ما بتقدر تشيكها. ولو كنت غايد ميداني فيها هسه انت لو عندك الامكانيه ارجع الميدان لو عندك طموح ارجع الميدان، ولو فعلا انت مع الثوره دي ارجع الميدان عشان ما تبقى المثال بتاعت هتافيه وعباسيه وجردق وما عارف بري وبتاع، لا يا ابوي اقعد في الوطاء اهدى، الناس ما داري تتكلم في حياه دي. لكن مساله العزه بالنفس انك انت تتخيل انك انت ممكن تشق الثوره او تشق الصف، لا، الثوره اصبحت ثوره وعي عشان نوريك انك انت ذاتك متخلف فين، انت ليه تعمل مربع النظام؟ لا، الثوره تجاوزت المراحل، ما زالت انك انت تشق، ما في حاجه ما بتشق لك صف ولا بتشق اي ذول، بتشق نفسك بس في النهايه مع النظام ده، يعني ما اكثر من كده. لكن نرجع لموضوع السلميه، يا اخواننا السلميه حتكون اساس، السلميه هي اساس الى اضغاط النظام، والسلميه فقط هي الاداه الليله ان احنا بنراهن عليها في انها هي بتضغط النظام. ده بيكون بيتطلب ادوات كثيره جدا، يعني كل الفخر وكل الاعزاز وكل الدعم اللي ما حدث اليوم في دعوه تجمع المهنيين لمساله النظافه في الشوارع، دي مال بيئه، ما انت اصلا سودان المصاب ده لازم تسلمه نظيف ولازم تنظف يعني ولازم يكون يعني بيئته صالحه للانسان ذاته يعيش فيها. وبالتالي دي بتخلق لنا منافس كثيره جدا يا اخواننا بلدنا، يعني ده الليله شفنا ودي ممكن اي ناس كثير تكون شاهده عليها، انه الليله بنلقى ناس كانوا في الرصيف لكن اتوجدوا في هذه الحمله بتاعت النظافه. ناس كانت متفرد يتوجدوا الليله داخل هذه الحملات بتاعت النظافه. يعني انت بتجد نفسك في الثوره دي، بتجد الثوره مساحاتها كبيره جدا
وحصرها على العمل السياسي اللي بغط النظام فقط ده بكون مقتول وبكون فهم ناقص. الثورة أكبر من كده، الثورة هي بحجم الوطن يا أخوان، وبالتالي عليها تراكمات كثيرة جدا. النظام هو المدخل فقط، اضغط النظام هو المدخل لمجموعة بتاعت مشاكل يمكن النظام لعب فيها بنسبة 60% هي تبعه نعم، لكن في 40% حقتنا قديمة من قبل النظام، وهي ذاتها البيئة لأنها كانت مريضة، دي البيئة اللي كانت صالحة جدا للأجسام الأخبطية زي النظام ده والأجسام الفراتية يعني تنمو فيها، وبالتالي نمت وأصبحت جسم يعني. وفي 89 أصبحت إنها هي زي ما بنعرفها يعني بانقلابها في 89 أصبحت جزء من تاريخ السودان الأسود، وإلى الآن ده ما انطرق الليل. طيب مسائل يا أخواننا الانجرار ومسائل إنه أن إحنا نتبادل العنف الناس تشيلها برا من راسها ما عملية ما هنا الليلة. طيب السلمية ماذا جنينا من السلمية عشان ناخد براحة تاني يا أخواننا؟ السلمية الليلة وشي خلقت لنا وحدة وطنية ما حصلت قبل كده، يعني ما حصلت وحدة وطنية بالحجم اللي بنشوفه الليلة. يعني إحنا داخل الشارع السوداني، داخل الثورة، داخل مواكبة، ده واحد. اثنين، السلمية أصبحت أداة مخيفة جدا بالإحصائيات، أصبحت أداة مخيفة، أداة غير مرئية، أداة غير أداة غير مرئية وأداة غير قابلة للانهزام أو الاختراق، والأدلة كثيرة جدا. يعني أن إحنا لو لاحظنا إنه خلال الأسبوعين الأوائل ودي الفترة يتخيل لي اللي قدر فيها تجمع المهنيين السودانيين مشكور والوال موقع على ميثاق الحرية الديمقراطية في إنه يوجهوا مسائل إنه السلمية أخواننا حتكون أساس وجوهر لهذه الثورة. يعني الثورة دي منبتها وأساسها ومنبعها وجذورها هي السلمية، ونحن شعب مساعد، وبالتالي ننطلق من قيمنا أن إحنا الأصيلة اللي يحاول السودان النظام يمسخها ويحاول يقتلها داخل نفوس الإنسان السوداني. وبالتالي بنجد إنه في فترة الأسبوعين دي كان في عمل كبير ومكثف للناس اللي ممكن ما تراه، لكن هو كان عمل مكثف جدا في مسألة إنه السلمية أخواننا هي أساس، ونحن هننطلق أساسنا بتاع الثورة دي أساس بتاع الثورة السلمية. وبالتالي كان يعني ترادفت مع الشعار ذات وحية شعار 2013 سبتمبر 2013 اللي كان بيقولونا في التشهيد التنهوري بتاع 100% ضد الحرامية، إنه جدد في هذه الثورة. وبالتالي بنشوف إنه الأسبوعين الأوائل أن إحنا كان عندنا عدد الشهداء فاق 41 خلال الأسبوعين أول مع الأسبوع الثالث، يعني إلى نصف يناير، يعني كنا فقدنا حوالي 41 شهيد. يا اخواننا دم اي شهيد سوداني هو دم الشعب السوداني كله، الشعب السوداني كله. وبالتالي ان احنا دم شهيد واحد هو بيعادل لنا عدد الشعب السوداني، هو بيعادل لنا الثوره بتاعتنا. بالتالي يعني ما قادرين نمشي في مطرق بتاع الاغتيالات اللي بيقوم بها النظام لشبابنا اللي هم الحاضر والمستقبل. من سلمية ترسخت للناس والناس أصبحت تتعامل بها في حياتها اليومية، يعني أصبح النظام ما عنده الحجة بتاعة الاغتيالات، وبالتالي بنجد بإحصائيا كده قل. يعني عندنا هسه الليلة الإحصائيات بتاعة الاغتيالات اللي كانت بتتم للشباب قلت لأنه السلمية أنت ما عندك الليل أي حاجة تقول، يعني النظام بكل حججه اتردت له، المجتمع الدولي طوالي تدخل، لكن لو كان في عنف متبادل النظام كان يعني كسب الرهان بكل بساطه يا اخوان. وبالتالي لانها سلميه النظام خسر داخليا، يتعذب من كل المواطن، حتى اللي كان عندهم تعاطف، حتى اللي كانوا واقفين على الرصيف، ده اصبحوا لا ينتموا للنظام، لا يدعموه، وبالتالي خلق العزله الداخليه له، اصبح هو بس فقط هي العصابه بتاعت الفساد دي. اصبحت هذه الامبراطوريه معزوله لحالها، وإلى الآن معذولة، وكل يوم بتضعف بتضعف بتضعف، يعني الناس متابعة. ده جانب، يعني المسائل بتاعت الاحتلالات، يعني برضو خلال الأسبوعين فقدنا 41 شهيد وكان عندنا حوالي 4000 معتقل سياسي، ناس خرجت الشارع حذفت، كانت معتقلة. كل الاحتفالات دي يا إخواننا قلت ليه؟
هل لأن النظام أصبح يعني خلاص يعني زي ما بقول جوش إنه حمام السلام؟ لا، لكن لأنه الآلية اللي بتستعملها بتاعت العنف دي قدرت لقت الآلية ممكن تهزمها. الآلية اللي ممكن تهزمها دي يا أخوانا بالمختصر المفيد هي السلمية، هي السلمية. لأنه الناس دي لا بتجدع، الناس دي لا بتخرب، الناس دي لا حرامية، الناس دي لا مندسة، لا كده. وبالتالي هزمت المساد بتاعت العنف وأصبحت تقل، وأصبحت تقل تدريجيا احصائيا، اصبحت تقيل يعني لو لاحظت بس بالاحصائيات يا اخوان. وبالتالي لا يمكن ان نحول آلتنا بتاعت السلميه اللي هي اساس ثورتنا لاي حاله ثانيه، حاله بتاعت العنف او حاله بتاعت رد فعل او استجابه للاستفزازات. لا، الثوره بوعيها بمفرداتها بقيادتها هنا اكبر من النظام وما في مقارنه يعني. وبالتالي النظام مهزوم، والنظام يا اخواننا والله اصبح في نسبه 5% الاخيره ما يعتمد فيها فقط على مسائل كتائب الظل او كتائب الظل الاجراميه بتاعت الاخوان المسلمين والكوليشن كنا عاملينه بتاع العصابه دي. لكن ثاني ما في شيء، يعني ما في شيء. النظام يا اخواننا في اخر 5%، يعني قطعنا 95%. انا اقول لكم بعد احداث ميدان الدرايس المصور ده والله يعني احنا الثوره السودانيه حصلوا 95%. وبالتالي اصبحت في ترتيبات، واصبحت في افكار، واصبح الناس يعني بتفكر في مسائل السيناريو ممكن تحصل في 5% دي شنو؟ في 5% دي ممكن تحصل شنو؟ خلينا من الضغوطات. الليله السلميه دي برضه حولت لنا يا اخواننا دعم خارجي ما كان موجود. مسائل الخجل والاستحياء والحياة من مساله التصريح، الليله اصبحت لا. الليله اصبحت في تصريحات قويه جدا، اصبحت يعني الشكر للاستاذ الصحفي والصديق عبد الرحمن اللمين في واشنطن، يعني اخر 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 ترجمه كان قام بها اللي هي في مسائل التجمع بتاع النواب الديمقراطيين الداعمين للثوره السودانيه وضد مسائل العنف والاغتيالات والقتل والتعذيب بتاع النظام في السودان وانتهاكاته للحقوق بتاعت المواطن السوداني، في انه حتى الجمهوريين تبنوا هذا المشروع، وهذا المشروع ماشي وبقوه وطابت رغم انه يعني المسائل خلاص نف، وحصلت المطالبات العلنية للبشير انه يمشي. الاتحاد الاوروبي ممثل مثلا في جزء من الدول الاوروبية مثلا زي بريطانيا، النرويج، فرنسا، ديل بيطالبوا بلجنة تحقيق دولية في مثلا الشهداء كيف انه تم اغتيالهم، في مثلا المداهمات، في مثلا الانتهاكات اللي بتحصل، في 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 مثلا الاذلال اللي بيحصل للمرأة السودانية وبيحصل للمواطن السوداني. يبقى دي كلها ارصدة ايجابية جدا بتخدم الثورة السودانية، ده رصيد اصبح رصيد للثوره السودانيه. وبالتالي لا يمكن ان نتنازل منه بعقليه بتاعت جوطه بتاع لايف لنص ساعه هتافي كده وكواريك وجوطه بتاعه هنا، وانك انت داير تحول المساله دي وكمان شنو يعني عندك العزه بالاسم، يعني انه كمان ما داير نشك، انت تشك شنو؟ ما بتشك نفسك، يلا انسى الموضوع. طيب ده بالجانب، الجانب الثاني الدار اعلق عليه هي المسائل برضه الناس ما تترسل، لكن داير اوريكم واحدة من 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 مسائل يعني في انه كيف العصابة المجرمة دي قاعدة تبني نفسها على مستوى القيادة الممثلة عشان ما يكون لنا في رهان، ما يكون في رهان خاص للثورة او للانسان السوداني العادي انه يتخيل انه ممكن يحصل رهان بنوع ما اللي هو متمثل في شنو؟ يعني الليلة الشيء اللي حصل في ميدان الدرايس مثلا بيعكس لنا واقع يعني ممكن نقول عليه يعني واقع غريب شويه. خلينا من الناحيه الاستفزازيه بتاعته، خلينا من الناحيه، لكن مثلا لما يجي التصريح من ناس الشرطه، الشرطه يجب انها تكون في خدمه الشعب. الشرطه هي اصلا مهمتها انها تعمل الانفورسمنت للو، يعني هي هم الناس اللي بيطبقوا القانون. هم الناس اللي بيطبقوا القانون. يبقى الشرطه اصلا في العالم كله، وزمان كان في السودان برضو كده، يعني لو مسكت حاجه بتقوم تتحقق فيها اولا وتطلع للنتائج، لما تطلع للانسان او للمواطن بتاعه بتقوم تطلع له بتقول له والله اللي حصل كده وكده وكده والتحقيقات حصلت كده والنتيجه كده، الموضوع انتهى. لكن انه يطلع العصابه عشان نوريكم العصابه ذاتها وصلت مرحله الشلل، الشلل الذهني كيف؟ يعني بقى يعني ما عندها مخرجات يعني. خلينا من مسائل الكذب ومسائل ما هي في النهايه هي امبراطوريه بتاعت فساد، لكن في اساس هي مكون على هي امبراطوريه بتاعت الانحطاط.
الانحطاط الخلقي الانحطاط الانساني وكده. يعني الناس بيكونوا بأغلى من غامة الغزل. يعني الغزل ذاته لهم مرحلة. يجي يقول لك والله الناس دي ما بينتموا لنا. أو الناس اللي قاموا بالعملية دي ما بينتموا لنا. جميل. بس ده ما المفروض يكون تصريحك أنت. أنت المفروض كشرطة يعني مطالب بحفظ السلام والأمن المجتمع زي ما بتدعي في البيوت بتقول لي أمن المجتمع. أنت مفترض تجي الناس دي أول شيء تكون قابضهم. وتحقق معاهم. ما عارفهم بالفيديو مصورين لك الفيديو بتاع عندك بوجوههم. ومصورين لك الفيديو بتاع عندك انت بتحقق معاهم وبتعرف جهاتهم وين. انت ما بتقول لنا الناس اللي بتنتظم لكن بتقول لنا الناس اللي بتنتظم كده 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 قولها. وتقوم تقول يا اخي الناس دي العرباتنا بتاعين الشرطه دي سرقوها سرقوها لانه انت اصلا ما اديتهم الاذن. الناس دي اللي استخدموا العربات بتاع الشرطه دي مثلا سرق. لكن ما بتجي تيجي تقول والله الناس دي ما منتظم لها وكده وبتاع. دي كلها في النهايه لكن انت بتجي بتطارد شباب طلاب في بيوت بالدائم تقول بيحفظ سلامة المجتمع. طيب سلامة المجتمع وين؟ سلامة المجتمع هل الزول بيجي بيهدد في المعادن وكوري وتعالوا اطلعوا عشان اقتلكم والله؟ الزول قاعد في بيته امن نايم في بيته انتوا بتيجوا بتشتغلوا الساعة 3 قريته. يعني لو في جزء من النخوة او جزء من الرجولية او جزء من القيم السودانية انت بتجي تشتغل مرأة بتحتضن المرأة عندها طفل بترضع فيه تبي تيجي تسوق بتعزله من طفلها بترضع فوقه ده بتمشي. يعني ماذا مسائل اصلا خلينا من مسائل اي حاجه حتى انسانيا كده لا يمكن. حتى انت ذاتك كاب والله كاخ لاي مراه سودانيه لو انت اب لو انت اخو لو انت يعني اي حاجه برضه ما تقدر تعمل عمليه دي. يعني بكل القياسات ذاتها بتاعت البشريه ممكن لا اخلاقا ولا انسانيه ولا دينا ولا عقلا ولا اي حاجه. مع ذلك بتحصل حياه زي دي وبتجي بتنافيها بكده. يلا ده بيعني شنو؟ ده بيعني يا اخواننا مزيد من دعم الثوره السودانيه. يعني الليله حاله السلميه دي هي قاعده تجعل النظام انه يتصرف التصرفات اللي بتدعم خط هذه الثوره السودانيه. وبتضمن لها وحده اكبر وانسجام اكبر ورؤيه اكبر ووعي اكبر. يبقى السلميه لا مناص منها يا اخوان. يعني مسائل الهتافيه، مسائل التحديات، مسائل الاستفزازات لا يجب انه الناس تستجيب لها. لانه كده حنكون يعني طلعنا خارج اطار المسائل المنطقيه اللي هي وصلت لنا ثورتنا دي. ليه؟ لانه اصلا لو حصل عنف يا اخواننا معناها هم ده واحد من المخططات انه بقول لك يا اخي انه الثورة السودانية دي ما حيكون عندها النفس. والكلام ده لو ربط لو ربط يعني. طيب ليه الاستفزازات الهاسية بقت تحصل يعني بقت على مستوى كده يعني مغزز جدا لأي إنسان؟ ليه؟ طيب يا إخوانا الآن النظام أصبح حسي ما عنده الإمكانية إنه يجاري هذه الثورة. وصحيح كان براهن في الأول على ما عندها النفس ما حتستمر ما 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 لا الان اصبح النظام يجابه نفسه. ليه؟ لانه انا ارجعكم لحقيقه برضه نحن قاعدين نمسك الاحصاءات ونمسك تصريحات الناس كثير. تذكروا صلاح جوش لما كان بيتكلم وقالوا حديث مسرب يسرب وما سرب كان من ضمنها قال انه يا اخي الناس دي اصلا حيستمروا لمده كم؟ والوقت ده كان هم في قمه الرهان بتاع انه الشعب السوداني نفسه ما طويل وانه الثوره ما حتستمر. فقال انه الناس دي حيستمروا كم؟ والله لو استمروا ست شهور نحن معاهم. يعني هو خط الماكسيمم يعني حد خط يعني تقول شنو الحد الاقصى يعني بشكل صيغه مبالغه كده لو بعد 6 شهور نحن معاهم. اصبح الكلام ده حقيقه. هو قال بثقه مبالغه انه هو النظام ما عنده القوه دي. عشان قلت لكم كده عشان كده انا بقول لكم يا اخواننا النظام فقط بنسبه 65%. النظام ما عنده القوه بتاعت المواصله دي. عفوا. وبالتالي قال حتى لو 6 شهور الليله اصبحت ال6 شهور واقع وجزء من حياه الثوره. الثوره في شهرها الثالث ومستمره وبقوه وقاعده تزداد قاعده تتوسع والنظام بتكمش. النظام فقد مصادره فقد قوته فقد وسائله كلها ممكن يحرك بها حياته اليوميه. وبالتالي تلقى هسه في جوهر قانون الطوارئ مش المدد الكثيره لكن لاحظوا للغرامات لانه النظام محتاج لجبايات. كل المصادر بتاعت الجبايات العاديه دي وقفت الكشات بتاعت النسوان المسكينات ديل بيربي في اطفال يتامى وكده دارين يقرون دارين يعلمون دارين ياكلون دي وقفت.
وبالتالي انت عن الطوارئ اصبحت لهم مصدر. هم هاي بيقول لك يا اخي الطوارئ دي والله عاملينها لمسائل التهريب وهو، لكن هم المصادر الطوارئ دي اهم اساس. انا بقول لكم هي مش مساله الاذلال الحاجات اللي احنا عارفينها وثانويه بالنسبه لهم، هم دارين يضربوا الفورم بحجر، مساله الاذلال، مساله السجن، مساله كده كده، لا، لكن هي عايز، هي عايز نقد يومي لهم. يعني انت تخيل المحاكم اللي بتقعد في بحري وفي مدرمان وفي الخرطوم وشكلة الغرامات اللي قاعده تحصل دي كلها جبايات اصبحت مصدر يومي بالنسبه للنظام. وبالتالي يجب دي قلنا عندنا معادله ثانيه، يبقى النظام لانه هسه استنفذ والنظام لانه ما عنده حلول، هسه من الثوره دي قامت؟ هل النظام حل اي مشكله او ضائقه اقتصاديه؟ لا. هل حيحل؟ لا. هل قاعد يتحدث عنها حتى؟ لا. النظام يعني ما عنده الحلول، النظام يعني كل تفكيره انشل بفعل هذه التلميع وبفعل هذه الثوره، وبالتالي اصبح تركيزه فقط على الاله القمعيه اللي هي بس عايز ينتهي من الثوره دي، عايز يقتل الثوره دي بالبندقيه بالهنا، لكن ده صوت، ده صوت طلع، ده صوت طلع من باطن الارض. يعني لا يمكن حجبه ولا يمكن قتله، وده صوت صاعد للسماء. يعني ما 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 ما, ما حتكون عندك المقدره بتاعت هزيمته وباي وسيله وباي طريقه وباي منفذ يعني كان. وبالتالي هسه الطوارئ اصبحت ذاتها منفذ من جانب ثاني، انه برضه شنو؟ انه يكون دخلي يعني او نقاطه يوميه بالنسبه للنظام انه يقدر يمشي بها هنا. لا زال يعني لا زال يعني مع السلميه تقويه للسلميه ودعما للسلميه ودعما للثوره باعتبار انها هي جوهر لها، يجب برضه ثاني ننوه وثاني نطالب الاخوه في تجمع المهنيين السودانيين والاخوه الموقعين على ميثاق القوى السياسيه، الموقع على ميثاق الحريه والتغيير. ديل عليهم التفكير جادا يا اخواننا في المقاطعات الاقتصاديه، لان 5% دي المقاطعات الاقتصاديه بتنهي علينا او بتستعجل لنا الحاله بتاعتها. النظام هم زي ما انا ما قلت صرع جوج قبل كده في انه لو 6 شهور بصيغه المبالغه، لا الثوره ماشيه، الثوره ماضيه، يعني هذا ده الشهر الثالث، الثوره ماضيه وطلع جوج بقت خياراته كلها اصبحت محصوره، محصوره واصبحت محصوره في اله واحده بس هي اله العنف والغم والبطش والاحتغال والغتر كده، ما عندهم ثاني، ما عندهم تبي، لا عندهم حلول اقتصاديه ولا عندهم لك حلول صحيه ولا عندهم لك حلول تعليميه ولا هنا. الليله المدارس واقفه مقفله، الليله المراكز الصحيه ما فيها ولا ادويه ولا في صيدليات شغاله ولا في مصدر بتاع، الليله في ازمه بتاع السيوله، في ازمه بتاع لقمه عيش، وبالتالي النظام اصلا ما عنده اي حلول، ما عنده لك حلول. ولا انه ذاته الثوره هو زي ما بقول انها هي ثوره اقتصاديه و حتى الثوره الاقتصاديه انت خاطبتها بشنو؟ ما خاطبتها ولا بحال واحد، وانت هسه عليك الخجل انه ما تقدر حتى تقول انه الازمه الاقتصاديه وعملت كده بتاع كلها المسائل مسائل بتاعت حل واحد هو ده الحل اللي بيعرفه النظام، هو الحل القمعي، الحل القمعي ده اصبح مردود على النظام. أصبح النظام في حالة التآكل، في حالة السقوط، أصبحت الـ 5% دي، نحن نردفها بعامل يستعجل لنا الحالة. يستعجل لنا الحالة بتاعت الثورة، اللي هي مسألة الاختيار لحاجات بعينها والدعوة للتبني في مقاطعتها اقتصادياً، يعني مؤسسات النظام، أنا قلت قبل كده الناس التجمع يرى ما يرى، التجمع عنده دراسة كاملة بالمناسبة عن تحسين الاوضاع المعيشيه وتحسين الاجور، يعني عنده الدراسه بيقدر يقيم بها وعلى ضوها التجمع يمكن نجح نجاح باهر، وما كان ذول يتصوروا بالحجم ده في حتى مساله المواكب واعلاناتها وحاجاتها زي دي، كان يعني عندها ترتيب مدروس جدا وعلمي جدا، وبالتالي بنلقى النجاح، بنلقى الاتساع، بنلقى الالتفاف الكبير والحشود الكبيره اللي بتطلع دي، وبنلقى الدور الواضح لكل الشباب ولكل الفئات العمريه وكده، وبالتالي ده ما جا من فراغ، ده بدراسه عندهم، وبالتالي هم عندهم الامكانيه، عندهم الامكانيه اللي ممكن يختاروا من ادواتهم اللي دارين يستعملوها، يختاروا الكهرباء، يختاروا الاتصالات، يختاروا اي ما اختاروه، لكن يقوموا يردفوا مع المواكب للمقاطعه ولو لمده ساعات، بتدي ثمار كبيره جدا للثوره، بتدعم الثوره، بتضعف النظام كمان بمساحه كبيره جدا، لانه دي مصادر اليومين اللي بيعتمد عليها النظام في حركته اليوميه يا اخوان، دي اللي بيعتمد عليها، وبالتالي يعني مسائل الثوره، مسائل الثوره انها هي مبنيه على مسائل اساسيه نتفق عليها، انها هي الثوره دي اختلفت عن سابقاتها. انا اتكلم عن 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 ان احنا مثلا في السودان هذه الثوره تختلف عن سابقاتها
في التكتيكات بتاعتها، في مفاهيمها، وفي مشروع بتاع السودان ده واحد. دي نتفق عليه. الحاجة الثانية اللي بيبنى عليها وبنيد عليها قدام شديد جدا، في انه الثورة ما اصبحت هي يعني في الشارع فقط، انما الثورة في حياتنا اليومية، في البيت، في العمل، في الشغل، في الرياضة، في اي مركز، في اي موقع، في افراحنا، في اكراهنا، في اي موقع الثورة موجودة. اصبحت الثورة هي كلبن الام يعني برضعوا الاطفال، اصبح الاطفال هم الثورة، وعنده لها مشروع، الاطفال ذاته عنده لها مشروع حلو، لان هي الثورة دي حقتهم هم من يرثوها، من يرث هذه الثورة ونجاحاتها وتحويل الوطن للمستقبل هم هؤلاء الاطفال، وبالتالي هم ذاتهم اكتسبوا حالة بتاعت وعي متقدم على النظام. حتى هذه الاطفال، اطفالنا دي، هم اكتسبوا حالة بتاعت وعي متقدمة جدا على النظام، في انه فاهمين انه الثورة دي هي ده مستقبله، ده حياته، ده الوطن اللي هنا. صحيح الاجيال اللي قبلهم ممكن تكون ضحية، ولا زال انها هي الضحية، ويجب عليها انها تكون شمعة تحترق في سبيل انها تضيء لهؤلاء الاطفال طريق السودان الغد، السودان المستقبل، السودان اللي بتسع الجميع، السودان المؤسسات، السودان الدولة الحديثة، السودان القانون، ده السودان المواطن. يبقى هي في ده ما ترسيخ بتاع قيم مفاهيمية بالنسبة للهناك، ووعي يعني ممكن يكون طابق لوان بالنسبة للطفل ذاته، لكن يوعاه ويفهم ويكون جزء منه ويشارك فيه، زي ما بنشوف الليلة الأطفال مشاركين وبجهد تبيج يعني ممكن نخط المرأة ونخط بعدون الأطفال التانية للشباب، يعني مشاركين وبجهد واعي جدا. دي كلها يا أخواننا بتوريك إنه الدولة بتاعت الأخوان المجرمين البنوا عليها ورموا عليها لمدة 30 سنة وخططوا ليها وحاول يستغلوا كل موارد الدولة في مسائل الفساد وفي مسائل السيطرة على الثروة بتاعت البلد، الثروة القومية اللي تكون بس محتكرة في جيوبهم، وإنه الشعب ده يكون مذلول وعبد رهين لهم ولتصرفاتهم ولحاجاتهم الشاذة دي. ده كله بوضح لك إنه الثورة قدرت تمحيه خلال هذه الثلاثة شهور. خلال الثلاثة شهور دي الثورة محت كل المفاهيم اللي سخر لها النظام موارد الدولة لمدة 30 سنة، مسائل التمكين ومسائل السيطرة وكده وكده، وما تبقى من ثروة في جيوب بتاعت الفساد دي حتى دم بتاع الشعب السوداني حيثرت غريبة. يبقى الثورة عندها أفق، عندها مساحات، وعندها كذبة يعني، وماشية يعني كذبة السودان كله شعبا وأرضا. يعني الشخص متني للجاري ده لو سألتها بتقول لك تضبط بس، والله الجبال لو سألتها بتقول لك تضبط بس، وبالتالي تبدل ليك انه هو النظام خلاص يعني في 5% يعني نحن في 5% الاخير. وده ما بيتطلب يا اخواننا بالقدر الكبير ده، الى الان الناس بيقول لك يا اخي الجيش يعني احنا يا اخواننا من مردد مقدم الاتهام ما بنراهن عليهم، لكن لو ان الحركه اللي تحركوها، لو عايزين الحرب للشعب السوداني، لو عايزين نسلم السلطه للشعب السوداني فليتحرك، لكن من رتبة الضابط عقيد وبيسمون الضباط العظام ديل يا اخواننا ما عليهم الرهان، لانه هم ديل جزء من المنظومه الفاسده دي، هم جزء من امبراطوريه الفساد، هم جزء من امبراطوريه الاخوان المجرمين، وبالتالي يعني احنا لا بنعاون عليهم ولا بنراهن عليهم ولا بنفكر فيهم، والثوره بدونهم ناجحه. ما في حاجه اسمها انه لابد المسائل التضليل عشان ما تخش علينا هنا، ما في حاجه اسمها لازم الثوره دي الجيش يكون جزء منها، لا ماشي. عندنا نحن تجربتنا، خلينا من اي حته ثانيه، نحن في السودان عندنا تجربتنا في ثوره اكتوبر 64 كانت في جبهه الهيات، ما فيها ما 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 فيها عساكر، ما فيها عساكر ولا فيها مجلس عسكري ولا هنا، ولا خدتوا لنا النموذج الباهت النموذج المنشط لثورات الشعوب ولانتفاضاتها اللي حصل في 85 لما مثل في المجلس العسكري في الفتره دي بتاع ثوار الذهب والمجلس بتاع لودرا بتاع جزر دفع الله، لا ديل من ترغوا الانتفاضة وديل من أشهدوا الانتفاضة وشعارات، وبالتالي هم كانوا المدخل لإنجلترا 89 باختصار، وبالتالي أصلا ما هنخش في تجربة دي. الشعب السوداني من فائدة الثورة دي برضو إنها أخذت معاها التراكمات دي وأخذت معاها التجارب بدراسة واضحة جدا وبمعالم واضحة جدا، ومن لدغ من لدغ من لدغ من جوع لا يلدغ ولا من المؤمن لا يلدغ من الجوع مرتين، يلا ما أنت ما حنتلدغ من الحتة دي، وبالتالي دي أنا فهمت تعب. يبقى جبهة الهيات ما كان فيها عساكر يا اخوانا، ولا كان 64 كان ما كان فيها مجلس عسكري،
جبهه الهيات دي كان بس فيها عسكري واحد وكان ده وزير الدفاع. وده ما يحدث هسه، ممكن هسه يحدث الثوره دي هيكون كلها ناس اهو تجمع المهنيين ده، وممكن يكون في عسكري، في عسكري من الضباط هسه الموجودين الوطنيين الخارج الخدمه اللي اتفصلوا سياسيا، لا ممكن يقود مثلا اعاده التاهيل لانها تكون هيئه قوميه من هيئه حزبيه، دي المؤسسه العسكريه معاده يعني محتاجه لاعاده هيكلتها من جديد لتصبح انها تتاهل لانها تكون مؤسسه قوميه بدلا من مؤسسه حزبيه زي ما يحدث الان او ميليشيات تابعه لجهه محدده بعين. طيب يبقى يا جماعه يكون فاهم الاتجاه باقي 5%. لا محتاج فيها للجيش ولا محتاج فيها للناس. اذا لقينا الدعم بتاع الضباط الصغار ضباط الصف والناي الناس المتكوين زينا اللي اسرهم معانا في الشارع كده 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 فمرحبا. اما الناس اللي بياكلوا من الكيكه اللي قالوا صغيره بتاعت النظام دي بتاعت الفساد دي اللي بتاعت مرتبطه الفساد الميليشيات بتاعت الاخوان الاجراميه دي، فديل نحن هم ذاتهم حيكونوا معانا في المسائل بتاعت محاسبه لاحقا. دي كله الناس اللي شايفينهم دي الناس عبد الرؤوف وما عارف دي كلهم حيتعرضوا لمحاكم، دي كله بغير الاموال هم اللي سارقينها يعني وابن عوف الجماعه دي. طيب دي خلينا بس الحاجات. طيب الخلاصه، الخلاصه بتاعت الكلام ده كله انه يا اخواننا لا مناص ولا تغيير لمسائل السلميه. السلميه يبقى هي الثوره، اذا انت ثوره يبقى لازم تكون سلمي، اذا انت جزء من هذه الثوره يجب ان يعني تكون انسان سلمي في سلوكك وفي ثورتك وفي حاجاتك، ده مبدا. يجب ان لا الوعي الثوره اكبر من وعي النظام، وبالتالي لن يعني يستطيع النظام جر الثوره لمسائل العنف، وبالتالي ننبذ العنف. النظام هو الحاضنه للعنف، وبالتالي نحن اي شيء بيجي من طرف النظام ده نحن ما عندنا البوشه، لانه عارفين انه مبتور، وعارفين انه اصلا العقليه اللي نسجته عقليه اجراميه، وعقليه مفسده. يلا مسائل العنف ان احنا بننبذها بشكل مباشر، يعني الثوره السودانيه اساسها يا اخواننا على السلميه، والسلميه هي نابذه للعنف وللحاضنات بتاعته، وبالتالي تقاوم كل وسائل العنف بسلميته دي. ما حن يعني ما اصلا الناس ما حتنجر لمسائل هنا. مسائل المحاولات الامنيه اللي بيقوموا بها دي، المخططات الامنيه اللي بيقوموا بها دي، وفي كل اناسهم دي في اللايفات وما عارف شنو وا 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 وسلمية وما عارف كده شنو، لأنه في مفهوم بالمناسبة الناس ما 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 يعرضوا لنا الفهم اللي هو بتاع إنه المتاريس، المتاريس يا إخواننا ما عنف، المتاريس إحدى الوسائل السلمية لأن هي بتاع الدفاع، أنت ما بتجد أنت بتعمل ترس بتكفي يعني الكشات والكتابة الظل لما تجي بتديك الفرصة أنت بتعطله وبتعطل عربات بتاعت شيرات دي أنت بتعطلها، بتديك الفرصة انك انت تحمي نفسك. مش عشان تحتدي، لا عشان تحمي نفسك، وبالتالي ما يدخلوا لنا فاهمين انه المتارس دي الآلة بتاعت العنف، أو مفتكرين انه كان حيجروا الناس مثلا المتارس دي انها هي خطوة من خطوات من مراحل العنف اللي بتدب ليها طوال العنف، يعني انت تخط الترس وتجيب فراو وبعد كده ممكن شنو؟ تمارس العنف بتاعك، لا ما كده ما كده، ولا حاولوا يضلوا لنا بمثال، لا الناس فاكرينهم ديل، هم ما محسوبين بالليل، تقريبا اثنين أو ثلاثة اللي بيطلعوا بكوركو ديل. يبقى الناس تفهم انه المتارس يا اخواننا هي جزء من الادوات السلميه اللي بتستعملها المقاومه الشعبيه في اي بلد كان في مقاومه للانظمه الشموليه العسكريه اللي بيفهم النظام ده الاخوانيه الاجراميه دي، يبقى هي وسيله من وسائل السلميه المتارس. المتارس انت لانك بتحمي بها نفسك، مش لانك انت بتقوم بها بعمل، لا انت لما تعمل المتارس دي للتاثيرات داخل الاحياء وكده وبتاع انت بتحمي نفسك، انت بتحمي نفسك، بتلقى الفرصة اللي انت بتقدر تحمي بها نفسك، وبالتالي انها هي ما حاولوا يروجوا لها انها كوسيلة تطبخ حالة العنف، يعني المتارس طيب احنا عاملين المتارس ليه؟ لا المتارس للحماية، والمتارس جزء من السلمية. هي جزء او اداة انت بتستعملها من السلمية لحماية نفسك ولحماية الثوار اللي بيتظاهروا بالهتاف اللي بيوصلوا في تعبيرهم للشارع السوداني وللنظام لو بيسمع وللمجتمع الدولي. وبالتالي السلميه ما حتتغير لانها هي الاداء الوحيد الناجع الان في اضغاث هذا النظام، والسلميه حتكون مستمره الى اضغاث هذا النظام. طيب نشوف لو في حاجه تدعمها، الله يبدله في سؤال.
عثمان اللمين الهادي، عبد الرحمن يوسف، أحلامنا الجاية ودمنو ولمات ونزار وخالدة خليفة خوز علي منقى ولا منفى بدرين منفى مؤيد المبارك ومحمد ودام وابو مشتبه احمد احمد ياسر حسن ريان بلال علي ابراهيم عصام عباس ابو ماجدلين وابراهيم شمس الدين الجاب وفتحي والياس زكريا هشام صديق هاشم صديق وعلي عبد المحمود وأشرف وسجين الماضي الحادي عثمان الأمين صخر عمر قال يا حبيبي احترامي ليك نحن ما دايرين كلام في الفاضي دايرين فعل ما دايرين أي ذول يعمل لايف بظن فايدة عفوا في الاخوان الثوره ما هي ادوار الثوره ادوار من استطاع انه تقول الموجود في السودان مثلا فرض عين انه شارك مثلا ما امكن يعني الزول ما بيقدر يشارك خليه يشارك في مسائل التوعيه في جزء رساله مهمه جدا داخل الحراك ده والحراك ده اصلا مبني على الرسائل بتاع التوعيه لكن بيكون الخير حقك انت اذا ما 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 دار اللايفات ولا دار الكلام اللي ما مفيد ممكن تغادر يعني كنت خيارك انت ما خيار يعني. مبارك اسعد سالم ابو احمد الخليفه عصام طيب ابو احمد بيقول كل من شاهد في ميدان الدرايسه شاهد وسمع العصابة الحاكمه الفاشله اتضح جليا انهم دواعش اخجلوا يتحرروا الخلاف حقيقه هم اصلا دواعش اصلا هو ده 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 المنافسه بتاع الدواعي ده اصلا هم جابوه من 89 يا دوب هم السوريين والعراقيين ولا عارف الدواعي ده القريب لكن الدواعي ده في السودان من 89 يا ابوي كورتي وعصام عبد الله الخليفة وابراهيم ادم تحية لك زكريا أنا داير أعرف سلمية كيف الثورة تنتصر سلمين على هؤلاء الدواعش ممكن تعطيني ده يا أخي أنا ما دللت لك بالإحصائية بالإحصائية أنت بتشوف السلمية حولت مجرى وفرضت على النظام خيارات الثورة في السلمية لكن النظام ما بيقدر يفرض على الثورة خيارات العنف كبديل للسلمية بتاعتها السلمية منتصرة وبالتالي النظام أصبح مجابه وأصبح مضغوط على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي يعني الليله الخلاصه اللي بتلقاها من وين؟ او الدليل على الكلام ده شنو؟ الشكل بتاع الاستفزاز اللي انت بتتكلم عنه في مثلا الفيديو بتاع الدرايسه او كلام صلاح جوش للمنتدبين بتاعنا او كلام رئيس النظام البشير نفسه لما يقول الرجال يجون في الشارع بتاع دي كلها دعوه لشنو؟ ده بوريك انه الناس دي حصلت مرحله من الدرك ويا مرحله انه تفكيره مشلول وبالتالي محاوله هزيمه السلميه دي قتلهم مشكله وهاجم وهي الآن السلمية بتاع نفوط النظام حقيقة بتاع نفوط النظام الدواعي يهزم بهذه الآلة الدواعي لا يهزم بمبادرة العنف أبدا ولو نحن كانت بدلنا العنف لما استمرت الثورة لكن السلمية من غير أنها هي جوهرة حتى جوهرة في الاستمرارية يا أخوان وبالتالي التمسك بها هي هزيمة للنظام التمسك بها هو إضغاط للنظام يبقى النفس النفس موجود ومالي هو دكتورة فادو لك التحية أبو مظاهر محمد ناصر نبيل عثمان اللمين أمير شوش إبراهيم آدم حسن آدم أم بشرة موتو
محمد. نعم يا محمد. محمود. سوري. محمود. أيوة الوعي مطلوب جدا. الحفاظ على التلميع اتفق معك. أحمد محمد. الحساني. إبراهيم. اللهم امين. احمد محمد قال الكبار مع نظف الوطن من دنيا الكيزان. اللهم امين. لانه حقيقه يعني اليوم ذكرتني يعني اليوم يعني كان صراحه يعني عمل رائع جدا من الدعوه ومن شكليه يعني يعني نشوف يعني الليله كان في 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 مناظر حقيقه يعني تسر القلب يعني في انه الناس يعني تجمعات يعني شاركت باعداد نظفت في مواقع مختلفه جدا من 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 الخرطوم او من العاصمه بشكل عام. وانهم يعني دي رساله للنظام. البيئه يجب انه يعني اذا اردت يعني صحه اذا اردت وطن معافى يجب ان تبدا بالبيئه. تبدأ بالبيئة من أنه الإنسان البيئة اللي أنت ساكن فيها بتعبر عنها وكذا بتعمل. فبنجد أنه مثلا الليلة كان في يعني يعني كان في 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 فخر يعني أنه يعني الناس تكون جزء أنه الثورة أيوة يلا دي بت يعني بتديك الرؤية في أنه يعني الثورة السودانية يعني أكبر من مسألة إضغاط النظام فقط، وإنما هي ثورة يا أخوانا بحجم الشعب الوطن السوداني، بحجم الوطن السوداني. يعني الليله يعني الثوره ادت مفهوم انه ما يضغط النظام بس، انما هي حاجات كثيره جدا، النظام جزء منها او ممكن يمثل لنا 60% منها، لكن في 40% برضه مكمله. يعني يبقى ده الفهم او الوعي الكبير جدا للثوره، يعني الثوره اكبر من حجم انه يضغط نظام فقط. اكبر من حجم انه يعني محاسبه من استرداد اموال ومن تفكيك مؤسسات دوله، اكبر جدا. الثورة ذاتها هي ذراع للقيم الوطنية داخل نفوسنا نحن. وإنه نهتم بالشارع كما نهتم بمنازلنا يعني في الداخل، دي مال بيئة، دي مال بيئة اللي عايشين فيها. وبالتالي بنلقى الليلة النظام ده فضلا على إنه هو أصلا جسم إخباطوطي وجسم سرطاني موجود في نصنا، أصبح ذا البيئة ذاتها حولها لسرطان يعني، أصبح بيئة وسخانة جدا. وبالتالي بنلقى إنه الليلة عندنا الأمراض الخبيثة موجودة في السودان كما حصل قبل كده. يعني خلال 30 سنة دي النسب بقت عالية جدا للأمراض الخبيثة، وأصبحت للأسف الشديد أمراض زي ما بيقولوا الأطباء يعني أمراض من صوتنا. يعني زي النزلة، زي الملاريا، زي الحياة القديمة دي، يعني هي من صوتنا. وبالتالي إنه تكون في صحوة زي دي، وإنه دي خلال الدعوة بتاعت الليلة دي بتوضح فهم ممتاز جدا. اللي هي بتفهم بتوضح من تجمع المهنيين اللي افتبارها، بتوضح للناس انه الثوره اكبر من الحجم اللي بتخيلوه هم. الثوره يا اخواننا حجم الوطن كبيره جدا، ولها تراكمات ولها وعي ولها حاجات ولها ادوات. وبالتالي دي واحده من الوسائل. يعني الليله بدات نظافه، وبكره ممكن التجمع يبدا لنا في موكب كده يراسوا لنا بمقاطعه اقتصاديه مثلا. يعني في ادوات بتتحرك تستعجل لنا النسبه بتاعت 5% الباقيه للنظام، واللي هي بتمثل في 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 الآلة الغنائية بتاعتهم دي. يبقى ما 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 الشيء اللي حصل الليلة ده يعني كان يعني روعة جدا. وبيعكس يعني مدى عمق هذه الثورة داخل نفوس الناس، والاستجابة اللي حصلت يعني حتى المسائل بتاعت التنظيف اللي حصلت خلال العاصمة الليلة. طيب محمد ما ومحمد سيف تحية لكم. نعم متو الخط بتاع المحافظة للثورة هو بينبع من لغة في تجمع المهنيين السودانيين مع القوى السياسية الموقعة على ميثاق التغيير والحرية، في انه السلمية هي دي إلى نهاية أو إلى إضغاط النظام. وطني تحية لك. نزول ولا منو يا اخي؟ الناس دي ما عندهم دين فعلا. ابو واحد لك التحيه، لك التحيه ولك السلام. مجدي لك التحيه.
إبراهيم أعدم لك التحية. محمد سيف إن شاء الله ده بيقول للسودان المهجر. إبراهيم أعدم أيوة معك. طيب في محمد سيف بيقول بيقول أقوى أسلحة الثورة والثورة هي السلمية. السلمية هذه الثورة هي أكثر من يورق مضاجع النظام حقيقة. الآن هي دي بتضغط النظام. النظام يعلم ذلك ونحن نعلم النظام. هسه على المدة المحددة ذاته بالشكل المبالغة 6 شهور دي الناس ماشية عليها بخطة ثابتة. ثورة ماشية عليها بخطة ثابتة ماشية عليها بأساس وجوهر السلمية. عوض عوض جبل حسن سلمية سلمية هزمت جوش المجرم القاتل من شاطئ القاتل الحقيقة. أيوة اتفق معك. أيوة يا مجدي خطوة موفقة جدا من تجمع المحنين في دعوته لنظافة الأحياء. سلوى غريب لك التحية. طيب محمد إسماعيل تضغط بس. أمبرام تذكر بس مشروع النظافة الحقيقي وهي قالت الكذاب من السودان النهائي. ما خطوة خطوة ما هي خطوة خطوة أصلا ما يعني الناس ما تحاول تطفر لها خطوتين عشان تقع. لا الناس ماشي خطوة خطوة كله جايينه كله جايينه كذا ما خلاص باقي لهم 5% دي وحيكونوا في ذمة العدالة. قال وطني وطني قال طيب قال 40% ساهمت في الطائفة البغيضة وأثر نظر وفهم الإنسان السوداني في غالبية تركيبته السياسية لأنها صنعت لنا جيلا من مفاهيم ثورية تساعد على بناء السودان الجديد. اتفق معك 100%. الجيل بتاع الليلة ده عليه رهان كبير جدا عليه رهان وعليه مسؤوليات وطنية. هو قدم نفسه شعلة لكي تحترق من أجل السودان مستقبل وبالتالي هو بيأمن هو بيحترق من أجل هذه الأطفال. الأطفال الليلة دين اللي بيشوفوا ناس دين بيتكلموا دين هم الجيل الحالي هو بيحترق لهم حتى انه يهدي لهم سودان مستقبل. سودان مستقبل سودان مواطن سودان مؤسسات سودان قانون سودان عدالة اجتماعية. يعني ده 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 ده, ده كلام يا وطني كلامك سليم جدا. ابو عدي بيقول اكثر ما يدعم النظام وكوادره من البلطجية ورباطته وكتائب الظل والمجلس الثمين في المئة الثورة ومحالة الالتفات اللي بيعملوا فيها لجرة ثورة لتغيير مسار الثورة ليكون لهم العقل في غمهم الشعب. حقيقة أبو عدي ده أصلا الحتة أصلا هو الجرد ليه ما هو أي زول بحاول يعني يكبر كومة أو بيجرك للحتة الممكن هو يتفوق فيها عليك. ما الخصم كده يعني أنت بالذكاء بتلعب أنت ما بتمشي مربع عذر لأن هذه مكفيه إذا بقى عنف عنف هو ده الدائرة النظام طبعا بالتأكيد. وبالتالي توفيت الفرصة شيء أساسي. عشان كده قلنا الناس بتتكلم في 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 اللايفات الهتافية دي ديل ناخذ الحذر منه لانه انا حددتها ليه لسببين قلتهم ما ادري اذا الكلام ثاني الناس في اللايف ده انا قلت ليه سببين الناس يعني تأخذ الحذر جدا لانه عنده واحد من اثنين. طيب عبد الحسن داود محمد موسى حسان ابراهيم لك التحية. مروان وابو بعد سلمية سلاح السلمية وصوت الثوار بسلمية هو أكثر ما يصير جنونه. والله ده بجنين جنية وهذه الحياة دي كلها ما ردت فعل على السلمية. الجوطة اللي حصلت الانحطاط اللي حصل في ميدان الدرايسة منهم ده بوريك مدى الانهزامية الخشة داخل الناس اللي بقتش العظم في العظم يعني انهزموا داخل عظمهم ذات خليك من إحساسهم من نفسهم من الناس يعني اللي عندهم يعني. حسان ابراهيم الجمهوريين ده شو قاصد بمعنى شو يعني الحزب يعني ما الذي يمكن ان يعملون الجمهوريين او التراب لدعم نجاح الثوره. انت بتقصد انا ما سؤالك ما فهمت يا حسان معلش اعذرني انا ما فهمت. انت قصد الجمهوريين الحزب الجمهوري الامريكي اللي تضامن مع الديمقراطيين في 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 مشروع بتاع قرار جديد حول السودان والنظام ولا انت قاصد الجمهوريين الحزب بتاعنا يعني احنا بتاع محمد طاهر في السودان ولا انت قاصد شنو انا ما عرفتك. سامي مبارك يا هلا بك كابا التحيه ليك حسن جميله
صابر ومحمد علي. النظام ساقط في كل شيء يا كابا. الطيب فعلا ما عندهم دين ولا عندهم اخلاق، فاقد تربوي صح. الحرية والسلام. عبد المنعم تحية ليك، تحية ليك عبد المنعم. حسن آدم قال حرية سلام عدالة والثورة خيار الشعب، الأحرار تضغط تضغط بس معك. عبد الله محمد ليك الاحترام والتقدير. محمد عبدو أيوة الحكومة في الفاظة الأخيرة، في 5% الأخيرة. وصال عوض جلد نظامكم ونحن لسه بنقول 100% ده عبط ما أكتر، كمان جابت ليها نظافة في الشوارع. والله ده الفهم الدار النظام صراحة. يجدوا نسواننا الكنداكات لن يذلهم ضرب هؤلاء الأجناس، لا ولا بيذلوا لهم ولا الليلة ما يقوم به النظام هو بيمثل حالة بتاعت زي ما هو بيتوقع صحيح. يعني هاي بحارة بتستفيد الشخصية السودانية، بتستفيد المزاج السوداني والروح السودانية وقيمها وكل شيء، لكن برضو ما حننجر لمربع العنف اللي عايزه النظام. النظام لا يعرف السلمية، نحن نعرف السلمية، وبالمقابل نحن لا نعرف العرف، لا نعرف العنف، وهم ما بعرفوا السلمية وبعرفوا العنف، وبالتالي اختلفنا في أي شيء، وبالتالي نحن هنكون في مربعنا ده هم في مربعهم، بيناتنا الميدان، نحن بسلميتنا وهم بعنفهم، وإلى الآن السلمية منتصرة. نظافة الشوارع نحن ما قاعدين ننظف في شوارع في 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 دولة تانية، بننظف في بلدنا يعني. حق واجب الوطنية أعلى من نظافة الشوارع يعني، شيء طبيعي جدا. ترسيخ مفاهيم ورؤى للثورة ولأدواتها شيء ممكن ناس كثيرة ما تقرأه، ده بيهدم النظام. النظام الليلة ميت من الدعوة بتاع التجمع المهنيين السودانيين لنظافة الشوارع ولنظافة البيئة اللي بنعيش فيها. الناس ممكن تكون عايشة في الركام بتاعت وسخ، ما في بلديات، ما في نظام، ما في هنا جبايات وكلها عارفينها فساد وسرقة وحرامية وكده، وبالتالي ما في ذول بأيد مسائل ردة الفعل للاستفزازات والاستجابة ليها إلا النظام وعوامها. فعذرا أنا ما بتهمك بحاجة يا وصال، لكن جلد لسانة نحن عارفينه حقيقي اليوم اللي بنختص فيه. سلمية ده ما عبط، السلمية مشروع كبير جدا، مشروع بتاع السودان جديد. السلمية دي مشروع اللي قلنا هي جوهر الثورة، لكن هي مشروع السودان المصاب بالذات. ده نطلع مثال العنصرية، مثال التصفية والإبادات، مثال الفساد، ده كله بنقوم بالسلمية دي. السودان الجديد ده كل حي بعامل السلمية فقط. تمام سامي كلامك سليم. ناجي الشيخ إدريس مساء الخير عليك آدم عوض الله، نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. تضبط 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 بس. وسومة أحييك وتحيي لك يا آدم عوض الله. أحمد برما، ما في مظاهرات سلمية، ما تضحك علينا نفسك. الأحزاب والنقابات والحركات المسلحة لا تريد غلبة والغصر الجمهوري بأي أسلوب. بشغل الجداد يا أول. ناجي الشيخ إدريس سؤال قال يا النظافة علاقات شنو بالثورة والماكل كله خمير، ده ما خطأ؟ لا ما خطأ، هي الثورة أكبر. قلنا لكم أخواننا الثورة يا ناجي، الثورة هي حجم الوطن، الثورة دي كبيرة جدا. الناس ما تفتكر إن الثورة دي لضغط النظام فقط، لا، الثورة دي على أي مفاهيم مريضة في 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 السودان من فترة الاستغلال. نحن خشينا في حاجات كثيرة جدا ما قبل النظام ذاته، لأنه ما قبل النظام هو كان التربة الخصبة لإنه النفط الشيطاني يقوم فيها هذا النظام. لولا
انه كان الوضع مريض اصلا زي النظام ما بيلقى البيئه اللي ممكن تحتضنه ينمو فيها وبالتالي يقوم يسيطر على بلد بحجم السودان لمده 30 سنه يعني. وبالتالي الثوره مفاهيم كبيره نخليها بمفاهيم بحد وسعر الوطن بحجم الوطن يعني. لابد انه في الثوره تخش نغرز وطنيه نستجلب وسائل وادوات تستقطب لنا الناس اللي لا زالوا على الرصيف، الناس لا زال في ناس متفرجة. لابد ان يكونوا جزء من الثورة، والثورة يجب ان لا تكون فقط انه صحيح الهدف الاول فيها اضغاط النظام، لكن مشروع كبير، مشروع سودان جديد، مشروع بتاع احياء قيم. بالمناسبة النظافة والمشي الساعة 5 صباحا في الشوارع كرياض وبتاع هناك من غير انها هي حاجة صحية، لكن بالمناسبة موروث سوداني لكن انتهى، لانكم في حياة سودانية قيم سودانية كانت يعني الناس اتعودتها كان من زمن الانجليز والله ما عارف من قبله، المهم لقينا الناس قاعدة تتمشى الصباح، الناس بتتريض، الشعب السوداني كان رياضي جدا بالمناسبة، البنات دي كانوا بيلعبوا كورة بيلعبوا سلة بيلعبوا كورة طايرة وبيلعبوا تنس، البنات حتى بيلعبوا في روسيا، الاولاد كان كل المناشط كان كنا في السله في الطائره في كره القدم في الملاكمه في الكاراتيه في كله كنا موجودين فيهم. يعني في حاجات كثيره جدا بالمناسبه انتوا الناس الجيل المحضره ده بيفتكر زي جاي من برا او خروج عن المالوف او خروج عن الثوره، لا الثوره اكبر والثوره بحجم الوطن يا ناجي. وبالتالي الموقف بتاع الليله ده بالمناسبه عنده اكثر من رساله وعنده يعني بيخدم الثوره في اكثر من جانب. خلينا انه نحن البيئه هو الشيء يربط الانسان بالوطنيه بتاعته، وانه ده الشارع ده زي ما هو زي بيته زي الحوض بتاع بيتك انت بتنظفه، البنات دي ما بنظفوه الصباح والمساء بالنهار كمان، الشارع ده برضه ما دي البيئه اللي انت عايش فيها، الشارع ده برضه ما حقك، الشارع ده حقك ما انت بتمشي فيه وعايش فيه، هي دي ما بلدك ما وطنك. ما نحن يعني خليك من 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 في اي بلد، اي بلد اللي بنحضره ومتقدم شفناه هسه الليله في الشارع ده ما بتلقى لك علبه سجاير واقعه فاضيه مجدوعه مثلا، ولا بتلقى لك كيس شايل وهو طاير. ليه؟ ما دي المسؤوليه الوطنيه هنا، هي المسؤوليه الوطنيه اللي بتبدا منك انت، لانه لو في كيس طاير خليك انه هم نحن جينا قعدنا معاهم وحاولنا يعني ننسجم في المجتمع ونكون جزء منه بتوعنا، انا لو لقيت كيس طاير بدون ما اشعر بلقى نفسي شلته. يعني دي حاجات بتاخذ فيك الوطنيه، ده جانب، الجانب الثاني في الناس اللي فاهمه الثوره دي انها هي اضغاط النظام، لا يجب على الجمع المهنيه السودانيه نوضح للناس انه الثوره دي اخواننا اكبر من اضغاط النظام، الثوره دي بحجم الوطن كله، وبالتالي يجب انها تكون عندها مرادفات عندها اليات عندها وسائل، وبالتالي انه الناس اللي واقفه على الرصيف دي تعال شارك. هسه انا متاكد جدا الليله الناس اللي شاركوا في الحمله بتاعت النظافه دي انا متاكد جدا معظمهم قاعد يكونوا من اهل الرصيف، الناس اللي ما شاركوا الناس اللي بيتفرجوا قاعد يكون. فبالتالي يا ناجي المثل بتاعت الثوره ما نحصرها بس انه في المظاهرات والهتافات بتاعت اضغاط النظام وفي الجانب السياسي فقط، لا عندها جوانب ثانيه، عندها جوانب سياسيه صحيح في المواكب الاساسي، عندنا جوانب اجتماعيه يفترض تكون مرادفه، وعندنا جوانب بتاع قيم وطنيه يجب ان تكون موجوده برضه، بالاضافه لانه المحافظه على البيئه وعلى الصحه ودي حاجات مهمه شديد جدا، وبالتالي انا ما شايف الدعوه بتاعت لا الدعوه في اساسها في تقديري انا بقول لك يا ناجي انه الدعوه بتاعت الليله دي المحصله بتاعتهم تجمع المهنيين في انه دايرين يوصلوا للناس فهم واحد انه الثوره اكبر من اضغاط النظام، الثوره يا اخوانا بحجم الوطن وكل الحاجات دي حتواجهنا يتعودوا عليها من هسه ويتمرنوا عليها، والزول اللي ما فاهم الثوره بحجمها وبوعيها الحقيقي يفهم، لانه قلنا الثوره دي اساسها وجوهرها الوعي، وبالتالي الوعي ومفاهيمه دي يجب ان الناس تبدا تعرف منها حاجه او تماريسها حتى. فدي ما يعني ما لا لا ما خروج عن الثوره، بالعكس ده ضمن الوعي بتاع الثوره، ضمن مفردات او ضمن يعني حاجات الثوره حقيقه بحجم الوطن. الثورة دي أكبر من إضغاط النظام يا إخوان، الناس تفهم الثورة دي أكبر من إضغاط النظام، الثورة بحجم الوطن، وبالتالي تفاصيلها كثيرة وآلياتها كثيرة، ويجب إنه الناس يعني تحتفل بالسودان الحقيقي، السودان بتاع المستقبل الحقيقي. طيب أبو واحد بيقول إنه ليه ما يكون في تزايد في خطوات الحراك والثورة مثلا بإعلان الاضراب العام والإعلان المدني؟
نعم برنامج تجمع المهنيين يسير على ما هو مخطط له، لكن لابد من تسريع الخطوات شويه. يلا انا بدي اقول لك حاجه بعد. المهنيين ديل انا ما قاعد اغلطهم كثير، عارف ليه؟ لانه ديل الناس اللي عندهم دراسه حول تحسين الاجور والوضع المعيشي في السودان، وبالتالي حتى البرمجه بتاعه المواكب هي بدراسه، يعني عارفين انه لو اعلنوا كل يوم معناها المواطن ده ما حيقدر يلتزم بكده وكده، وعندهم تفاصيل اي الحياه، لما نعلنوا حاجه هم بيعلنوها بدراسه، عارفين دي كده دي كده، وده الاصاب النظام بمقتل. هذه المذكره بدت محاوله رفعها للمفوضيه من شهر بتاعت المهنيين، حاولوا بالحته دي من شهر 11/2018 وشهر 12 اللي حصل لهم شنو؟ اللي حصل لهم كان ضرب واحتغال وكده، ورفضوا استلام المذكره. الليله النظام بعد 3 شهور من الاحداث دي بيجي يقول يا اخواننا ما تجيبوا لنا المذكره دي عشان نقعد ونناقشها. بعد ما كان بيجيب لهم الامن يدقوهم ويطردهم واحتغلوهم كل الحاجات دي. موجودين الناس دي اللي قاموا بالحاجه دي. يعني انا بعرفهم معرفه شخصيه، وانا يعني نقلت يعني الصور والفيديوهات واللي هناك في لحظتها. انا يعني كنت متابع معاهم الحاجات دي كلها. هم عارفين عندهم التفاصيل، وبالتالي البرمجه ذاتها انا اتخيل ما في ذول كتل النظام ده بشكليه المواكب قاعده تطلع دي وطريقتها دي وشكليه النجاح، لانه شايفين النجاح ليها، شايفين توسع بتاعهم، بالتالي هم ماشيين بخطوات مدروسه جدا يا بعض. يبقى هم عارفين انه الوتيره دي لو استعجلت يعني انت لو ممكن تعملها يوميا بيحصل شنو؟ يعني خليك انت حتى في البلد اللي فيه حريات وفيه وضع معيشي عالي، يعني مثلا زي فرنسا، في النهايه هم اختاروا الثبت 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 العطله الاسبوعيه يا ابو عبد، اختاروها ليه؟ اختاروها لظروف انه لقوا الثبت ده النجاح، مع غيره ده ما النجاح. يبقى بنفس الغدر هنا ده بياخذ هنا. اما الخطوات بتاعت الاضراب العام او الاغتيال المدني والاضراب السياسي العام، طيب يا ابو عبد الاضراب الاغتيال المدني والاضراب السياسي العام هو ده عنده خطوات، اي حاجه الليله قاعد تظهر من تجمع المهنيين عنده علاقه بالعصيان المدني والاضراب السياسي العام، لكن هو كرت اخر، هو كرت اخر. يعني النظام حتى شفنا النظام استعمل كل كروته، استعمل العنف، استعمل البطش، استعمل المداهمات، استعمل الاحتغالات، استعمل القتل، واخيرا واخيرا قام بشنو؟ بالطوارئ. بكل الوسائل اللي عنده. تجمع المهنيين الى الان في وسيله واحده في الشارع، رغم انه الوسائل الثانيه بتاعت المقاطعه الاقتصاديه، العصيان المدني والاضراب السياسي وخلافه، لكن ما استعمل. ليه؟ لانه في دراسته عنده التوقيت لسه. واي حاجه المهنيين ده قاعد يعملها بالمناسبه، انت لو متابع بيعملها بتراكم، ما بيعملها ساكت، وبيعملها بدراسه وبيعملها بتأني بكل الحسابات، بكل المعطيات، وبالتالي عمله ناجح، وبالتالي بنلقى في التزايد. وده ده ده السر ما يقتل النظام. وده ما أصاب النظام يهو بحالة التراجع والانكماش والسقوط التدريجي اللي حصل 95%. ليه؟ لأنه ما عندنا سند. الخيار ده هو الأدوات دي اللي بتساعد فيها تجمع المهنيين دي، لأنه ما عنده سند. يعني نحن ما عندنا سند مثلا بتاع قوة تجي تنحاز لنا أو تخلق المعادلة بتاعت الفارق الوطني زي الجيش، ما عندنا. ما عندنا ليه؟ الجيش أصبح مؤسسة حزبية، ميليشيات تابعة للحزب، ما 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 مؤسسه قوميه نعتمد عليها او نراهن عليها. وبالتالي بيتطلب انه نخلق فراغ النقص بتاع الجيش ده او المؤسسه العسكريه اللي كان يجب ان تكون قوميه واصبحت ميليشيات حزبيه بفارق ثاني، لابد انه نخلق المعادله الوطنيه صحيح بحجمها المنتصر. وبالتالي احنا بنفتش في كل الوسائل، بنفتش اللي لك مع المهنيين فيها، هي وسائل مدنيه انت لو قريتها ولو رايت لها وحركته، كلها وسائل مدنيه بتاعت مقاومه حقيقيه لاضغاط حتى الدكتاتوريات في العالم، ولو شموليه وعسكريه في عالم، ولو اخوانيه واجراميه، ولو امبراطوريه بتاعت فساد، لابد من اضغاطها. ليه؟ لانه ده زي الفيضان، نشبهه ليه؟ شفت الفيضان؟ النيل، الدميره، المويه لما تجي طالعه على الحله وتجي تحاصر البيوت، البيوت دي ما قاعده تقع طوالي. لكن ليه المويه تعب بتضرب وين؟ في الساس، في الطوب، تعب في الساس. بيشيل طوبه 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 يعني كده، بعد ساعه ساعتين كده بوب البيبي يقع، لكن ما بيقع طوالي، مجرد تمام مو وصلت وقع، لا ما بيحكي. بيحصل استنزاف. ده ما يحدث الان، الاستنزاف بتاع الادوات اللي بيقوم بيبدع فيها تجمع المهنيين ضد مؤسسات النظام دي قاعده تستنزف النظام بشكل يومي وعملي ومعروف.
والليل اي رد بتاع فعل انا قلت لك الثوره بغيظه برد الفعل بتاع النظام. يعني انا اتاكد لي مثلا من الفيديو بتاع الدراسه ده بوحد انه النظام انتقد طبقه 5% واصبح بيفتش خليك عن مخرج لا بيفتش حتى انه معنويات ليهم بس هو ذاتهم هم ذاتهم الميليشيات دي يلقوا معنويات بس كده يجروا بلحظه كده من اللحظات كده انهم ديل انتصروا ولو وهميا دي عوامل نفسيه طبعا هي عوامل نفسيه غاطله جدا لكن حتى بالعامل النفسي الوهمي ده انه هو في لحظه من اللحظات تخيل نفسه انه هو منتصر ولو يبقى في ميدان خالي ما في اصلا كان موكب ولا في مظاهرات والساعة 4 ولا الساعة 3 ونص ناس اتغدت وقاعدة في بيوتها جاي من شغل جاي من يعني ما اصلا ما نايم ما اصلا ما موقع مواجهة ولا كان وهم عارفين انه الميدان ده اصلا بيكون ما الناس ما قاعدين في 24 ساعة لكن لما لحظتهم يكونوا دارين يطلعوا يجب ان يكون حقهم دي ما لحظة خروج ولا هم موجودين فيه هم جاوا الميدان ده اصلا بيكون فاضي لو هم اصلا ما عندهم طلع فيه اصلا بيكون فاضي اي دول بيجي فيه اي دول بيجي فيه انت بتجي فيه انا بيجي فيه وهم ذاتهم الكيدان دول بيجي فوق ما ده ما مشكله لكن لحظه هم دارين اللي فعاليات دي ما في دول بيجيوا الا دول منهم والناس تجي في الميدان الفاضي لكن لانه العقليه الانهزاميه اللي حصلت اصبحت عامل نفسي بالنسبه لهم ضاغط جدا واصبح انهيار ذهني وبالتالي هم بتخيلوا حاجات وهميه بانه هم انتصروا انه بس دخلته للميدان مشوا فيه ده انتصار بالنسبه ليهم وهميا يعني مثلا فده انا مثلا حالات دي الحالات اللي بغيظ بها نجاح الثوره وبغيظ بها حالات ضعف النظام ومدله انهياره وسقوطه حصل لها مدى ولها درجه فيبقى يبقى يبقى هي الوسائل كلها عند ترتيباتها يا ابو واحد طبعا اتفق معك يا محمد محمد مات قال اي قالوا لي مرض الموت ما بالدواء يعني ما في اي علاج للموت عشان كده الحكومه مسها مرض الموت يعني تضغط بس ما في علاج وفعلا لا ما اصلا هو سرطان كده هو ده السرطان السرطان مرض قاتل يا محمد وبعدين السرطان لا يمكن علاجه ما لم انك تستاصل الخلايا بتاعت كلها الكيمو اللي بيعملوه نازل الجلسات بتاعتكم بيعملوها دي بيتكتب كل الخلايا في جسمك لان دي الخلايا فيها خلايا سرطانيه مختلطه معاها وبالتالي الكيمو بيكتب كل الخلايا في جسمك وبيدوك ادويه ثانيه تعيد الخلايا تبدا من جديد ده بسموه شنو اللي هو ده الاستئصال وفي ناس الا بالعمليات يعني بعد الجنايه دي بتحصل عمليات تستاصل الحتات اللي كان فيها الخلايا السرطانيه دي حتى بعد كده تتعافى وهذا حتى النظام النظام هو خلايا سرطانية لابد من انه اول شيء حتى نحن في مرحلة اختيار الخلايا السرطانية المرحلة الثانية العملية بتاعت الاستئصال يعني الثورة ومدتها خلال الثلاثة شهور دي نحن نغارينا بالشغل الطبي بتاع انه هي دي مرحلة اختيار الخلايا السرطانية داخل الجسم اللي هو داخل جسم السودان داخل الوطن وبالتالي المرحلة اللي بعديها اللي هي عملية الاستئصال ودي اللي تبقى عليها 5% ونقوم نعلن ان العملية انتهت بنجاح ناجي غدريس الصورة هي خروج الشعب حتى ضغط النظام نعم لكن الخروج المنظم ما الخروج الفوضية ناجي يعني الخروج المنظم اللي بيكون مرتبط مثلا يعني بمواكب بقيادة موجودة فيه وبتنظم عمله وكده بتعمل وده هسه الحاصل يعني يعني تجمع المهنيين قاعد بدور يعني أكثر من 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 يعني جهد كبير جدا يا إخوان جهد كبير جدا من الشباب دي ربنا يحفظهم حسن آدم وأم عثمان أبو بكر ومختار بابكر ولطيف طيب مختار بابكر كاشي هل تظن إنه النظام الأخواني ده هذا إنتاج نفسه؟ لا ما بيقدر يعيد نفسه هو بحاول بحاول طبعا حق مشروع له إنه يحاولوا ولكن ما أعتقد إنه في مرحلة يعني النظام هتقدر يغير من الواقع شيء وقع صوت هو نتيجة حتمية لجهود ولنضالات بتوجيه الشعب السوداني بضغط هذا النظام ويجب انه الناس تكون مسببة الحتة دي ايوه لطيف كلامك سليم ما حلو
مرتبط انا جاوبتك انت والله ثاني كتبت اللي هنا قبل انا ما اصله. لا ما بقدر، هم بحاولوا يستنسخ نفسهم من خلال حاجات كثيره قبل كده انا اتكلمت عنها يا يا يا, يا مختار. لكن الان الحلقه تضيق على النظام، وبالتالي لا يستطيع انه يستنسخوا من نفسهم اي شيء. يعني صحيح هاي في محاوله بتاعت اعاده نفايات انتاج النظام تنتج النظام مره اخرى، ولكن الثوره اوعى، لانه قلنا الثوره هي ثوره مفاهيم، وبالتالي ما اعتقد انه تحصل حالة بتاعت التفاف على التغيير الغادي. إبراهيم اللحوي، سامي وعمير عيسى، أيوة الأزمة في كل شيء يا مختار، الأزمة في كل شيء، أي شيء هيك مؤزم في السودان. ايوه الفاضل الصادق كلامك سليم. التجمع حتى قاعد يفتكر حاجات كثيره، يعني مثلا زي الليله الحمله بتاعت النظافه، معظم الناس بيقول لك ما عندها علاقه بالثوره وده بتشغل لا، حقيقه ده من ضب الاجنده الحقيقيه للثوره، الثوره القوميه الشامله اللي على ضد دي بوضح لك على كل الامراض اللي بتصحبها المجتمع معاه، وبالتالي النظام ذاته لو ما كان لقى الامراض دي ما كان نما، زي النظام بتاع الاخوان المجرمين ده ما كان نما في بيئه، لو ما لقى بيئه صالحه زي البيئه اللي كان اصلا متواجده يعني. وبالتالي يجب انه معالجه الحاجات دي. عبد المنعم تسلم. ايوه يا مالك، مالك حمودة تحياتي لك. لا يا مالك، ده الخرطوم ده جزء من البرنامج ذاته، جزء من البرنامج، يعني شرحت ان شاء الله اكون وقعت لك الفكره. ما هو الوسخ ده ما داير نظافه حبه حبه، لما يكون مردوم لك الشارع كله يا مالك وسخ. انت ما نظف حبه حبه عشان يعني بعدين ما الشغل ما يبقى لك كتير، يعني دائما نظف الحاجه حبه حبه وخليك ماشي. سالم كيفك اخبارك؟ عبد القادر تحياتي لك، حياه محجوب الحياه لك، الميزوب الفكره قبل كده تخيل لي يا الميزوب الفكره دي حفره بتاعت الانابيب دي، اعتقد في ديسمبر 2017 اعتقد تمت سينيالا وتمت سعيدة في الخرطوم، وكانوا قايمين بها لجان المقاومة السودانية، قامت فكوا انابيب في نيالا، وحتى انه ما قدروا الانابيب ملت السما بتاع نيالا كده، وفي النهاية اضطروا جابوا الجنجويد وبتاع هناك، والانابيب ما بتنزل لانه انابيب غازية، فبقت معلقة فوق بس واقفة لهم كده، بتكون واقفة في حتات كده بتاع هنا، فاضطر جابوا الجنجويد بالطلق تل 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 ضربوهم فقعوهم فوق في الهواء يعني، فصرفوا قام بخيرة فيها. وفي الخرطوم تمت تقريبا في الساحة الخضراء، ما انا متذكر بالضبط لكن تمت، والمشروع ده كان قامت به مشروع كان قامت به لجان المقاومة السودانية في ديسمبر ويناير 2000 ديسمبر 2017 ويناير 2018. ابراهيم الحاج لميا سيف وحسن ادم اتفق معاكم، فتحي العثماني مدثر، عبد الله تضبط بس، عبد الهادي حامد، عبد الله لله لديه كثير نخليها، عبد الله عمد الحسن موضوع الجنوب ده موضوع ثاني، لكن لولا الحاله المرضيه اللي اصلا كنا بنعاني منها هسه نحن بنتكلم انه الثوره شامله والثوره بحجم الوطن ما اكبر من النظام، في انه واحده من الامراض دي ذاتها هي فتره الجنوب. صحيح النظام ده فصله، لكن النظام ده ذاته هي نتيجه الامراض دي، لو ما الامراض دي موجوده ما كان بتكون فيها البيئه الحاضنه الملائمه لنمو هذه الاخوان المجرمين ديل او ذي النظام الموجود ده، او ما كان حصل فصل الجنوب لانه دي الامراض، لكن ده ما نحاول الثوره تعالجه. المعاليات بتاعت الثورة تفتح آفاق ثانية من غير السودان المطلوب تفتح له آفاق ثانية، لكن هذا ما موضوع صراحة. حسين محمد فيت آدم
ما هي السلمية دي ذاتها مغوة. ما هي الغوة ما هي لأننا فهم أن الغوة يا آدم الغوة سلاح. لا السلمية سلاح قوي جدا أقوى من الطيّة. ودايما بقول لك الشباب بتاعنا الثورة الطيّة ما بتقتل بتتسكات الزول. وبالتالي ما بين الطيّة والسكات هي السلمية دي. السلمية دي لأنها الحركة. الحركة والتعبير والوعي بحقوقك وواجباتك دي اللي بتهدم أي وسيلة. أنا هعتذر للناس اللي ما قدرت أوصلهم تحت في التعليقات لأنه الزمن يعني هسه ماشيين ماشيين لي قريب ساعتين إلا فبكون اللايف كبير ما 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 بيسمح للناس للداونلود ما بساعدهم في إنه يشاهدون. نتمنى إنه اللايف يصل كل الناس. محمد شريف التجاني لك التحية حقيقي أستاذ محمد شريف المحامي لك التحية. إيش رأيك قلت لكم النظافة من الإيمان؟ لا النظافة من الوطن من السودان ذاته. حقيقة يا محمد شريف عصام اللمين تحية لكم. بس ما أعرف حمر عثمان عمر ناجي غازي همت إبراهيم مسلم 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 عبد المجيد جعفر صادق جمعة صادق تحياتي لك احتوانا منك قدر التلفون عثمان حسبه غازي همت تجسير الحاج والله الزمن ضايق عموما حسان إبراهيم معتصم تنساح تجسير صادق جمعة عيك صادق جمعة اتصل صلاح آدم فانا شنو فصيل دارفور موضوع فصيل دارفور دي ما حقايق بس حكاها عبد الواحد انه حصل والنظام يا اخواننا اصلا قاعد يشتري الهمم وبساهم باي حاجة بساهم يعني ما حاجة جديدة. انا ما بكذب عبد الواحد اصلا لكن بكذب النظام لانه النظام كذاب. عبد الواحد ما ما ما, ما عودنا قاعد يكذب لكن النظام عودنا انه قاعد يكذب وبكون طلبوا منه كده لانه اصلا ده اصلا معروف يعني مشروع انا ما ادري اتكلم عنه حتى لكن مشروع جابوا الدول الواحد من اسمه عبد الرحمن حمدي ده اسمه مثلث اولاد النيل ده بيبدو من اللبيض كده تقريبا بس والفصل والنيل والجسم الشرقي ذاته تخيل لي لو في طريقه يعدلوا الناس من برتغال دي ويضموا برتغال لحوض النيل وماشي مع الشماليه كده معروف ده الفور بره منه في التخطيط دارفور بره منه والنيل الازرق بره منه فده ده مخطط اصلا معروف مع المثلث ده مثلث عبد الرحمن حمدي قال عشان نخلق دوله قويه اقتصاديا ومنسجمه عرقيا فالكلام ده منسجم انا ما ادري اتكلم عن الكلام ده لانه الكلام ده اصلا اتكلمت عنه في لايف انا قبل كده وبالتالي مثلث دارفور ده يعني ما ما ما, ما حاجه كذب حقيقه النظام عايز كده عايز كده لانه عنده الحياه مع المثلث سموه مثلث حمدي عبد الرحمن حمدي شايف الزمن اخذ متسع كبير جدا اللايف ده عشان نقدر نوصله لناس ثانيه احييكم والى ان نلتقيكم في لايف غادم التحيه لكم والسلام عليكم والعذر لكل الناس اللي ما قدرت اوصلهم مثلث حمدي ايوه للايمان علي لكل الناس اللي ما قدرت اوصلهم اسالهم في الردود اللي قالوكيتو كده اعتذر لكل الناس والتحيه للاكرم منا جميعا في هذا الثوره السودانيه على امتدادها التحيه والحريه لكل المتطوعين السياسيين داخل سجون النظام التحيه لكم وعبركم لكل المراه السودانيه الكنداقه السودانيه في يومها التحيه لشبابنا التحيه لثورتنا والتحيه لكم اجمعين الى ان نلتقي في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.